بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيديو عن كيفية استعمال جهاز إنذار التبول الليلي. التبول الليلي هو مشكلة شائعة عند الأطفال، تقريباً 10 إلى 15% من الأطفال عمر 8 سنوات لديهم هذه المشكلة. ومن الحلول المقبولة عالمياً هو جهاز إنذار الفراش، ولا سيما عندما تكون هذه المشكلة هي مشكلة معزولة. مبدأ هذا الجهاز هو أنه يوقف الطفل عندما يبدأ التبول، وبذلك تتم عملية تدريبية، وبالتدريج يتدرب الدماغ على الاستيقاظ عند حدوث التبول بدلا من التبول في الفراش. هنا سأشرح كيفية استعمال أحد الأجهزة المتوفرة في الأسواق، وهو واحد من أجهزة عديدة. يوجد هناك تصاميم متعددة وبأسعار مختلفة. هذا الجهاز متوفر على أمازون، ممكن شراؤه عادة بمبلغ ما يعادل حوالي $50، ممكن عادة استعماله مرات عديدة، يعني ليس بالضرورة أن يتم استعماله من قبل طفل واحد. الجهاز هو عبارة عن جهاز إنذار يصدر أمواج، يعني يصدر اهتزاز وصوت شبيه بالموبايل، وهو مزود بحساس الرطوبة. هذا حساس الرطوبة، وهذا يوضع في ملابس الطفل يبس هيك أن تقوم بوصل هذا الحساس على الجهاز، ومن ثم تضغط هذا الحساس إلى ملابس الطفل. يجب الاختراق قريباً من أجل هذه قطع الملابس فقط لتوضيح كيفية وصل جهاز الحساس إلى الملابس. هذه نهاية غير حادة، وهناك عبارة مثل دارة كهربائية تقوم بتحسس الرطوبة، وتضع هذا على ملابس الطفل، ومن ثم تطبق هذا المنقط بحيث يكون ثابت. من المهم التذكر بأن هذا الجهاز لا ينبغي وضعه على الجلد مباشرة، وإلا فإنه سيتم تنبيهه بعملية التعرق. عند تطبيق الجهاز يجب التذكر أنه ينبغي تطبيقه كل ليلة وبشكل مواظب، وفيما إذا حدث أن قام الطفل بتبول مثلا في بداية الليل وقمنا بإيقاظ الطفل وأخذه إلى الحمام، ينبغي إعادة تطبيق الجهاز بعد تنشيفه، وإعادة تطبيق الجهاز على ملابس ناشفة أو على شراشف ناشفة، يعني أن يكون هناك نوع من المثابرة، وهذا مهم من أجل نجاح المعالجة. عادة المعالجة يتم تطبيقها لمدة حوالي الشهرين حتى يمكن القول بأن الجهاز قد نجح أو لم ينجح. نسبة النجاح بين 50 إلى 80%، وتتطابق بشكل وثيق مع المواظبة على استعمال الجهاز. وعادة إذا نجح الجهاز، إذا نجح معالجة الجهاز، فالنجاح يكون دائم، وحالات النقص في الحقيقة تكون قليلة. هنا سأوضح كيفية تطبيق الجهاز. قمنا بتطبيق هذا المنقط على قطع الملابس، ومن ثم سأقوم بتبليل قطع الملابس هذه ببعض الماء. بدأ الجهاز بإصدار صوت بمكان الحقيقة. هذا التصميم يحتاج إلى حركتين من أجل إيقاف الجهاز الإنذار، وذلك من أجل ضمان استيقاظ الطفل. في البداية كثيرا ما يستيقظ شخص آخر غير الطفل. ينبغي أن تفصل الجهاز، تفصل الحساس عن الجهاز، ومن ثم تقوم بإسكاء الجهاز. بعد حدوث التبول ينبغي تنشيف هذا الحساس، ممكن القيام بذلك باستعمال خطوط الحرارة عادي، ومن ثم إعادة تطبيقه من جديد على ملابس ناشفة. كثيرا ما يحدث أن الشخص الذي استيقظ في البداية هو الحقيقة شخص آخر غير الطفل، يعني هؤلاء الأطفال معروف أن لديهم نوم عميق، وهذا هو جزء من المشكلة الحقيقة. ولذلك ربما في الأسبوع أو الأسبوعين الأوليين غالبا ما يستيقظ الشخص الذي يعطي للطفل كان والدته أو شخص آخر. عند استيقاظ شخص آخر من المهم أن يقوم بإيقاظ الطفل ومن ثم أخذه إلى الحمام، حتى لو كان حدث التبول، وعادة يكون التبول قد حدث بشكل جزئي. حتى لو كان حدث التبول ينبغي إيقاظ الطفل وأخذه إلى الحمام من أجل أن يتم عملية تدريب الدماغ بشكل تدريجي على الاستيقاظ بدلا من التبول أثناء النوم. كما قلنا أن نسبة نجاح الجهاز هي من 50 إلى 80%، وهي تتطلب بشكل وثيق من المواظبة على استعمال الجهاز
من المهم الاحتفاظ بذهنية إيجابية عند استعمال هذا الجهاز، وهذا أيضا مهم في نجاح المعالجة. من الأشياء التي قد تساعد على نجاح المعالجة الاحتفاظ بسجل مرئي لتبول الفراش، حيث أن هذا يساعد الطفل على تذكر الليلة الجافة، وفي حال كان هناك مثلا نجاح جزئي للمعالجة فهذا من المهم أن يتم البناء عليه لأجل تحقيق النجاح الكلي. هذا الجهاز على سبيل المثال مزود بمفكرة صغيرة عبارة عن جدول، بإمكانك رسم هذا الجدول على ورقة عادية. هذه المفكرة بإمكانك استعمال منصفات صغيرة مزودة لك أيضا مع هذا الجهاز. هذا أحد الأمثلة، ولكن بإمكان رسم شيء يعني في المنزل واستعمال بديل منزلي عن هذه. الفكرة منها هي أن يكون هناك مفكرة مرئية لموضوع تبول الفراش من أجل تذكر حدوث ولو نجاح جزئي، لأن هذا ممكن البناء عليه من أجل الشفاء التام إن شاء الله تعالى. مع الشكر والتحية.